لنعرف أكثر مع دكتور لبيب غلمية اختصاصي بالجراحة النسائية والتوليد تأثير المواد الكيميائية المتعرض لها يوميا على صحتنا والمواد المسممة، يعني فيها إلى درجات طبعا بخطورتها. صباح الخير دكتور. الخير. يعني وين إذا بدنا نحكي وين متواجدة هالمواد، إذا فينا نسميها ضارة بعض الأحيان ومسممة بأحيان أخرى؟ إذا بناخد كل المواد الكيميائية الكيميكلز، في تقريبا 80,000 ل 100,000 كيميكال اخترعهم الانسان، مستعملهم بكثير برودكتس، اشياء بلاستيكيه، طاولات، فرش، اشياء بنستعملهم بالمطبخ. نعم. وين ما كان في كيميكلز وبلاستيك، هلا في البعض منها مثل ما قلت سام ممكن ياثر على صحتنا، وفي البعض الثاني بعد ما بنعرف، لانه تقريبا 1% من هالكل الكيميكلز عليهم دراسات. نعم. ونعمل عليهم ريجوليشنز. ف هلا عم نلاحظ انه في كثير من الامور اللي بنستعملها يوميا، من المي اللي بنشربها، من الهواء اللي بنتنشقه، من الدواء اللي بنستعمله تنغسل الشراشف. نعم. دواء اسنان، الشامبو، البرودكتس، الميك اب اللي النساء بحطوا منه، كل شيء كل شيء فيه كيميكلز. نعم. هلا الجسم اكيد بيتخلص من هدول الكيميكلز بطريقه كثير فعاله، بس مرات هدول بيتجمعوا بالجسم تراكمات. يعني تراكمات، ما قدر يكون الدوز كتير عالي، يعني ناخد كمية هائلة من هالكيميكلز تنضر. مثل أيام زمان كنا نفكر واحد لازم يتسمم باللاد أما بالميركوري ليموت. لا. مزبوط بيموت، بس ممكن هدول يجمعوا مع الوقت خلال السنين، وعم نكتشف انه في كتير أمراض. لا. ممكن يكون سببها اللاد. اللاد يعني الرصاص. اللي هو موجود مرات بالأنابيب اللي بتوصل للماء، اللي موجود بزين الحرارة. شو هو هذا؟ الميركوري. إذا انكسر الميركوري زنبق. زيبق. هذا كمان قتولي أكيد حسب الدوز، بس لا. بس حتى دوزات قليلة من هدول. هلا الميركوري اللي عم تحكي عنه هذا موجود بالسمك. سو السمك وحسب نوع السمك عم ناخذ ميركوري. الفيلينجز تبول السنان بنحطهم من زمان، الرصاص كنا نسميه فيه. أيوة. وكمان ميركوري، هو مش منه رصاص، هو ميركوري اكشلي. هول كمان ممكن يدخلوا على الجسم، فاكيد اطباء هيك بطلوا يستعملون. هلا بطلوا يستعملون. مزبوط. لانه مع الوقت. طب وقتك عم تقول انه بيتخلص، بس وقت يتخلص يعني لمره واثنين وثلاثه واربعه بيوصل لمرحله ساتوريتد، يعني بصير الجسم ما قادر يتخلص. مزبوط. يعني بصير فيه شو. ولما نكبر كمان بالعمر اكيد اعضائنا بتبطل تشتغل بنفس الطريقه، سو من وي دونت كلير هول توكسينز مثل بغير. وقت تحكي انه البلاستيك نحن بالمطبخ بيتنا بنستعمل كثير من جوت والتبروير وكذا. هلا انا بصر على استعمال الزجاج بالتبروير. معك حق 100%، لانه الزجاج كثير افضل. البلاستيك اكيد فايد الانسان. عندنا كثير اشياء بنستعملها وفيها بلاستيك، يعني انه ما بدنا نحكي كثير مضرات عن البلاستيك، بس هلا في دراسه مش من زمان، اشي الشهر الماضي، الاناني البلاستيك اللي بنشرب فيهم مي، كلنا بنشرب مي بالبلاستيك. ما لازم نرجع نعيد تعبئتهم. اكيد لا. ومشكلتهم انه اذا حطيتهم بالوير هاوس محل وفي شوب كثير، اما تعرضوا للشمس ولا للحراره في شقف صغيره منهم مايكرو نانو بلاستيكس، هدول ممكن يفوتوا على الجسم ويأثر على صحتنا. وبالحقيقة اكشلي اكتشفوا انه هدول المايكرو بلاستيكس حتى بالبلاسنتا، اما بالمشيمة اللي لما المرة تكون حامل، بتعرفي المشيمة اللي بتغذي البيبي، نوجدوا البلاستيك جواتهم. لا. يعني حتى الولد اما الجنين جوات البطن عم بيتعرض لهالبلاستيك. يعني هون خاصه علاقه البلاستيك والمايكروويف، يعني قديش كمان بعد اضرب. لا. اذا بتحط الاكلك بالمايكروويف وتحطه بالاكل بالبلاستيك وتحطه بالمايكروويف اضرب شيء. حتى كمان الباكجينج اللي بنجيب نحن اكل مرات دليفري. الباكج هذول فيهم بلاستيك، يكون سخن. اذا كان كمان سبايسي، يعني فيه كثير حار اور اسيد، كثير فيه اسيد. لا. كمان حيفسخ شوي من هدول البلاستيك وعم ناكلهم. نعم. حتى لما عم تقلي بيضه بالمقليه. نعم. اذا عم تحفحف على المقليه، وفي المقليات النون ستيك اللي ما بيلزقوا، هول كمان مغطيين بماده يعني شيء التفلون. مزبوط. اذا بتجروحها للمقليه بيطلع بارتيكلز. حتى لو ما جروحتها، كل ما تطلع على النار بيطلع منها كوش. ممكن. ما بنشوفها ممكن، بس مع الجروح اكيد بيطلع اكثر يعني. نعم. فكل هدول الامور، بس يعني ما بدنا نخوف الناس، لانه لا بس لازم ينتبهوا. اذا بتعمل هالتغييرات الصغيره، يعني مثلا انت غيرت البلاستيك لجلاس. نعم. كثير احزن. المي كمان جرب ما نشرب من هدول البلاستيك. القهوه تروح على، ما رح اسمي اسامي المحلات القهوه، الكبيات البيبر كوب جواتهم كلهم they're coated ببي بي اي. في مواد، معلش خلينا نعطي افكار. يعني حضرتك طبيب، ولكن هي بتعرفي يعني مثلا في طناجر بيستعملون اللي هي معمولين من الصياخ اللي بحطوهم للكسر. اوكي.
ماركات ما راح اذكرها هلا بس السياخ اللي بينحطوا بالجسم للكسر في نوعيات مزبوط غالي كثير، وفي منهم سيراميك، في منهم ستينلس ستيل، ايرون كاست، هول كثير افضل من التفلون المغطيين بهالماده اللي اسمها تفلون، الكيميكال نيم تبعها اللي كان كثير مشهوره اكيد. ففي كثير الترناتيفز. طيب حتى التبريد مكتوب عليهم المخصصين للمايكروويف مفضل؟ لا مفضل، مفضل ما اذا بدك تعمل مايكروويف حطهم بجلاس مثل ما انت قلت بازاز افضل. اذا تراكم السموم، هالسموم بشكل كثير ضئيل يوميا لوين ممكن يودي بالانسان يعني لحالات مرضيه؟ شو يعني السي دي سي هلا بامريكا بيقول لك وحده من المواد السامه اللي هي فتاليت، صور بنحطهم بحطوهم بالبلاستيك ليخلوا البلاستيك يضاين كثير ويصير كثير مليابل يعني ما ينكسر. الفتاليت عند في اسوسيشن معهم، هلا منهم السبب ديريكت بس هني واحد من الاشياء اللي ممكن تؤدي للسرطانات، للاوبيزيتي، لزياده الوزن، حتى تشوهات عند الاطفال خلال الحمل. عم نكتشف كمان يمكن امراض القلب، السكري، كل هدول ممكن يكون التوكسينز، هدول الكيميكلز لهم علاقه فيها. بانه حضرتك جراح نساء وتوليد، شو تاثير المباشر على الجنين وعلى المراه الحامل، وهل يعني بيترافق معها الخطر ما بعد الولاده ايضا بالالتمام بالرضاعه اكيد يعني كيف هول البلاستكس والتوكسينز عم بياثروا على الناس اللي مش حوامل وعم بيسببوا هدول الامراض؟ لانه اذا بتطلع زياده الوزن، السكري، السرطانات عم بتزيد كل انحاء العالم، مش معقول يكون في سبب وراثي. سو في يمكن شويه وراثه بس في كمان نمط عيشتنا، وحده منهم التوكسينز، الدخان، الاكل. هلا ما حكينا عن الاكل، الاكل كمان فيه اكيد مواد عم ناكلهم وعم بيفوتوا على جسمنا، مثل مواد الحافظه، مثل كل الاكل البروسيسد فود، هدول بيسبب مثل التهاب بالمعده وبيخلي التوكسينز يفوتوا على جسمنا. اللحمه يعني المصنعه مزبوط كمان. كل شيء بيدخل له انتي بايوتكس وبيحطوا لهم كيميكلز ليضاين اكثر. أيوة. فالفود اندستري بجربوا اكيد يعملوا كميه كبيره من الاكل الضاين اكثر. سو بحطوا بريزرفاتيفز، الاشياء اللي ممكن تاسسوا اذا واحد بيقدر ياكل اشياء اورجانيك ولا مثل ما كانوا ياكلوا جدودنا من الضيعه دغري. من بحطوا لك مثلا الكيلو البندوره اللي مكلفين عليه مواد كيماويه فور اكزامبل حقه 50,000، بحطوا لك الاورجانيك حقه 150,000. مزبوط. واحد ما رح يقدر يغير كل شيء اورجانيك، بس حتى مثلا الفواكه اذا ما كانت اورجانيك واحد يغسلها مزبوط بالبيت يشيل قد ما هي مش فايته مرات انه اذا في سكن مثلا، اذا اخذت تفاحه حتكون مغطيه بشيء اسمه دي بي اي اللي بحطوه كرمال ما يصيروا عليهم لبخات سوداء. يعني هون القشره المفيده بدنا نشيلها. بدك تجرب تشيلها ما تغسلها مزبوط لمده 15 20 دقيقه بال بيكنج صودا وشويه فينيجر وخل كمان. يعني واحد بيجرب قد ما في. هلا ما حنقدر نحن يعني هدفنا مش انه نعيش بتوكسين فري، بس نخفف، لانه هدول نرجع موضوع الحمل كنت عم تسالني كمان. خلال الحمل مثل ما قلت لك اكتشفنا انه في توكسينز بالبلاسنتا وحتى كمان بالخروج تبع البيبي. يعني من وين؟ طب الام خلال الحمل بهالتسع اشهر عم بتفوت على جسمها اشياء بلاستيك. خروج البيبي وين عم تحكي انت؟ البيبي لما مرات بيعمل بيخرج بالداخل الرحم شيء اسمه ميكونيوم. بس حتى اول كم لما يخرج البيبي اول مره بعرف هالمعلومه. يعني عندي ثلاث اولاد بس ولا مره عاده خطر على بالي هذا السؤال. باخر الحمل مرات البيبي خلال الولاده بيعمل بيصير في عنده باول موفمنت بسميه ميكونيوم. وحتى كمان خروج وبول. البول كونتينيوس. وين بيروحوا مع خروج وبول الام ولا كيف؟ لا 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 عم بحكي البيبي لما يخلق مرات خلال الولاده او بالولاده. بالولاده بقلب بطن امه مرات بيصير في ميكونيوم بالقبل البطن. مزبوط. بس البيبي لا، اليورين البي كله بعد. طيب هيدا شو بيؤدي للتسمم اذا صار؟ لا عم بقول انه حتى اكتشفوا انه في البلاستكس التوكسينز جوات الخروج تبع البيبي. سو ات مينز عم يفوت التوكسين عم ياخذ السموم عم يفوت خلال المشيمه تبع الام على الدم عم بيوصلوا للبيبي. سو ما بنعرف شو تاثير هدول ان اللونج تيرم، بس بنعرف انه في ممكن بدراسات على الحيوانات على المايس انه اذا هول تعرضوا للفتاليتس الموجودين بالبلاستيك وعده امور ممكن يؤدي لمشاكل بالنمو تبع البيبي وكمان تشوهات بالبرين تبع البيبي وغير نوع تشوهات. طيب نحن بنعرف كثير ناس هلا عم يسمعونا بيقولوا لنا شو نحن بدنا نغير هلا المطبخ كله ما قدرتنا، شو بدنا نشتري قصص اورجانيك كمان ما قدرتنا. يعني نحن لهول العالم شو لازم هن يوميا بحياتهم يوميا يتصرفوا بطريقه حتى يتخلصوا بشكل اسرع من السموم حتى ما يصير في تراكمات من يوم ليوم؟ هل الرياضه؟ هل شرب المي؟ اكيد اكيد. اول شيء
التعرق بحي لا طريقه ممكنه، يعني هو رياضه، فين يعملوا سونا، الهوت شاورز اذا بتتحمم مي سخنه كمان بتطلع اكيد كثير من السموم بجسمك، هول كثير مهمين. المي اكيد تشرب مي نظيفه مش من محل فيه بلاستيك عم تفوت بعد البلاستيك. بس ما كل العبوات اللي بتيجي على بيوتنا بلاستيك، افضل يكونوا جلاس، اما يكونوا لانه عم تحطها بالمطبخ بالزاويه. في بلبنان شركه وحده جلاس والبقوه كله بلاستيك، افضل انه عم يسممونا ما فهم. مش بس بلبنان، بكل انحاء العالم هيدي المشكله. يعني بتعرف كم قنينه بنستعمل قنينه بلاستيك بالعالم؟ شي 500 مليار. طب البيبرون تبع البيبي بلاستيك؟ ايه بس هدول من زمان كان يكون فيهم بي بي اي، وحده من البلاستيك. هلا كثير تغير وبطل فيهم المواد البي بي اي، بس في غير مواد تانية يمكن تكون مضره، بس اتليست البي بي اي اللي هي اكثر شيء عرفنا مضره انشالت من البيبرونات تبع البيبي. نعم، لانه الجلاس اوقات خطره عليه. اكيد اكيد اكيد. بس لناخذ هيك براكتيكال تيبس، يعني ما تقدر تكب كل شيء عندك بالمطبخ، بس انه ما تحط البلاستيك بالمايكرويف. اذا عندك اكل سخن طور شوي يمكن ليبرد قبل ما تحطه بصحن. نعم. بلاستيك. اذا فيك تتخلص من البلاستيك تجيب صحون سيراميك ولا شيء تاني منه بلاستيك فيك. اذا فيك تحط فلتر ببيتك، انه اذا بتشرب مي من الحنفيه فيك تحط فلتر. بلبنان شوي مي الحنفيه بلبنان بلبنان صعب شوي. بعرف سو بدنا نحط فلتر اذا بدنا نتحمم. وفيك حتى المي اللي بتجيبها انت بالبلاستيك فيك. في مثل كمان جارز صغيره فيهم فلتر، يعني فيك تفضيهم فيهم تشرب، تعبي بكبايه من فلتر بالبيت كمان. وتجرب قد ما فيك تتفادى انه تشرب من قنينه بلاستيك قعدت بالشمس 6 ساعات بسيارتك. بس كله يعني كل هالماركات عم تقعد بالشمس لانه عم بيدوروا على الطريق اصلا بفصل الصيف. يعني 100% يعني ما بعرف قديش. بس مثل ما قلت انا كميه صغيره از اوكي، بس اذا بتتعرق وبتعمل رياضه بتتجرب تتخلص من تراكمات مثل ما كنا عم نحكي. طيب شو يعني الانسان اوكي تعرض لهالسموم وصار في تراكمات، في عوارض ممكن بده يشوفها قدامه ليحس انه هو بهي حاله التسمم من خلال مرات ما في عوارض. نعم. انه هو مش تسمم انه لقطت فيروس وصار عندك تسمم. هي شوي شوي مع الوقت واحد بصير يحس حاله تعبان، وجع راس، برين فوغ، بيتعب. يعني ما ضروري هن هدول الكيميكلز بنسميهم نحن كيميكلز معطله للغدد، يعني EDCs endocrine disrupting chemicals. سو بيفوتوا على الجسم ممكن يأثروا على حالة غدة. نعم. على غدة الدرقية، على الخصيتين، على الأوفريز عند السيدات. سو مع الوقت ممكن ما يكون في عوارض. نعم. دغري، بس مع الوقت مع السنين ممكن يصير عنا هدول البروبلمز. يعني الرياضة بتصور هي أهم شغلة وعلاج لهالموضوع هذا للتخلص من هالسموم وهو التعرق. يعني مشان هيك من زمان كنا نشوف، صحيح أنه هلأ معدل الأعمار أكتر، ولكن كنا نشوف معمرين مزبوط. من زمان يوصلوا للمية وما فوق المية من خلال لانه اورجانيك وبيستعملوا، بس انه كمان كانوا يستعملوا اواني يمكن تكون مشحبره شو بعرفني او يمكن. بس كمان كان عندهم عادات مثل ما انت قلت، كمان هلا عم نكتشف انه عادات جدودنا كمان كانت منيحه، مثل ما الاكل الاورجانيك. حتى اللحم تكون من البقر الجراس فيد، الاكلين جراس، مش انه مطعمينهم اشياء كمان فيهم كيميكلز. والسمك كمان في بلبنان وصلنا لمرحله نشوف انه في عندنا هالحاله، يعني تسمم من الامور اللي عم نستعملها باليوم. في شيء خاص بالعمل؟ هي في فحوصات، وهلا السي دي سي نصح هذاك الشهر انه ببعض الحالات اذا شاكين انه ممكن يكون في حدا عم يتعرض لكثير من هالسموم، نعمل فحص دم، اما فحص بول، اما فحص من الشعر تنعرف قديش مستوى الهيفي ميتلز والتوكسينز. بس مش بكل الحالات. سو منا شيء واحد لازم يعمله دائما، بس اكيد اذا عندك عوارض ما عم نقدر نفسرها بطريقه تقليديه ممكن نقدر نعمل هول الفحوصات لنتاكد انه ما عندك توكسينز. عوارض مثل شو؟ اول شيء مثل هيك التعب او الارهاق المزمن، واحد ما عم يحس حاله كل الوقت ضايج، مثل عنده برين فوغ. اذا صار عندك سكري بعمر كثير قليل كمان، كثير صغير ليش صار عندك سكري. نعم. مشاكل بالغده. بس اجين هيدي منا شيء انه لازم كل الناس يعملوا هول الفحوصات، لانه في كثير كيميكلز وما فيك تفتش على كل هالكيميكلز. يعني طيب في شيء مكتوب بيكون على اي برودكت بلاستيك بدنا نستعمله او شيء لازم نبعد عنه او نقرب؟ في انواع بلاستيك. نعم. واحد منهم هو البلاستيك نمبر 1 اللي هو فتاليتس، هدول قلت لك عنهم اللي بيخلوا البلاستيك يكون طري. بلاستيك نمبر 1 جرب نتفاديه، بس كل البوتلز معمولين من بلاستيك نمبر 1 ونمبر 7. بس باقي البلاستيكس في نمبر 3 ونمبر 6 ونمبر 7 هو الاكثر شيء بلاستيكس عم يهرب منهم. وباقي البرودكتس اكيد في اكشلي هلا تطبيقات ام ابلكيشنز. نعم. فيك تعمل سكانينج للبرودكت.
نعم. وبيقول لك شو فيه كيميكلز، لانه الكيميكلز اسميهم الانتليجنس ممكن يعرف مثلا هي الابلكيشن سكانز بتطلع كل الانجريدينت جوات البرودكت وذر هو كان اكل ولا شامبو ولا شيء، بتقول لك هذا فيه هدول الكيميكلز، هول مستواهم عالي انه يمكن يسببوا سرطان ولا مشاكل. لبنان وين ترتيبه بهالموضوع؟ صعب انه واحد ما في ما في هيك دراسه، ما بعرف المشكله حتى يعني بامريكا مثلا الاشياء اللي بنرشهم على الاكل اللي صار بيرشون على الكروبس يعني البستسايدز بيستعملوا انواع باوروبا منعينهم وبعدهم بيستعملون بامريكا اللي هو سوبوزيتلي بلد متقدم. فكل بلد شكل كل بلد عنده ريجوليشنز وفي بلاد ما بتفرق معها بتفوت برودكتس بكون فيهم كيميكلز يعني هوني يعني ما في ريجوليشن. لازم تبلش هون من وين؟ وزاره الاقتصاد وزاره الصحه بفتكر ايه من اول ما يستوردوا هول برودكتس واحد يعمل عليهم سكرينينج يتاكد انه في عليهم سيل انه هدول انفحصوا بمختبر انه ما فيهم. بس المشكله ما في ريجوليشن حتى بامريكا يعني الطناجر اللي بدك تشتريهم ما عليهم ريجوليشن. هلا بتشوف في عبوات عم بيبرموا على اوقات كانوا يبرموا على البيوت يبيعوا منها يخبروا عنها انه هالقد هي ميديكال وهالقد مفيده للمايكرويف ولكل شيء، بس اسعارها خياليه يعني هون كمان العالم يعني كمان بتفكر وما بتعرف اذا عن جد مزبوط هدول دير سيف تحطهم بالمايكرويف. شو الكيسز يلي مرقوا قدامك وهل قدرت يعني تحلل انه من وراء هيدا التسمم والعرضه للتسمم اليومي بشكل انا لما بلشت يعني افكر اكثر بالتوكسينز هي بسبب مشكله شخصيه يعني انا حسيت حالي عندي هدول العوارض وفحصت نفسي ولقيت انه عندي كتير توكسينز عاليين وبلشت غير اشياء بنمط حياتي وحسيت تحسن حتى كمان عندي بعض المرضى الحوامل اللي ما كان عم بيقدر يصير عندهم حمل اكتشفت انه عندهم مستوى عالي من الليد من الرصاص وقدرنا نعطيهم نعمل فلتر. هون شو المقصود هيدي اكشلي اللي كنت عم بقول لك عنها الريكومنديشن الجديده من ردوا لنا صوره شوي من السي دي سي انه فينا نفحص هول البي فاس. هول البي فاس هن كيميكلز بنسميهم فور ايفر كيميكلز، هول اذا بتاخذهم ممكن يبقوا بجسمك لمده طويله كثير. بلبنان فينا نعمل هذا الفحص؟ هذا الفحص لا منه ما بفتكر متوفر بعد بلبنان، بس بفتكر رح يصير متوفر اكيد قريبا مثل كل شيء بلبنان. ماشينز خصوصي ادويه خصوصي ايه بيفحص هول الفور ايفر كيميكلز بجسمه، بس هي الفكره انه مثل ما قلت لك بعض الناس ممكن نفحصهم اذا شاكين بهذا الامر. من كم سنه كان اقول لا ما في ضروره تفحص حدا، هلا يعني في شويه تحسن بهذا الموضوع انه اويرنس. بس بتعرف بلبنان بعدنا يعني يمكن ضمن مارج البلدان يلي بعدها بتتعامل مع الاكل الاورجانيك مع الخضره والفواكه. بعدين الميديتيرينيان دايت الدول المتطوره صار كله دليفري وكله ببلاستيك والتعامل عم بيكون يعني كل شيء سريع وفاست فود والى اخره. ونحن هون يعني محظوظين الاكل الميديتيرينيان الاكل الشرق البحر المتوسط كتير هيلثي فيه كتير انتي اوكسيدنتس يعني هولي مضادات للسموم، بنحط كتير اوليف اويل وزيت زيت زيتون هذا كتير مهم، بناكل سمك بناكل لحمه سو بعدنا الاكل تبعنا افضل بكتير من الغرب. دكتور يعني. غلمية هل هيدا بيعمل تاكسد للخلايا بأكسد الخلايا واللي بيوصل لامراض سرطانيه السموم قصدك؟ نعم ايه اكيد بيفوت لانه هدول هذا البلاستيك عم بيفوت على الجسم وعم بيفرز هول الكيميكلز البي بي فاس وباقي الاشياء الهيفي ميتلز وعم بيفوتوا على الخلايا الخلايا عم تفوف انه في شيء غريب وعم تجرب تشيل هي عادة الخلية لما تتعرض للأكسدة شو كيف بتفكر أو كيف شو هلا الخلايا بتقسم شو بصير؟ هن الخلايا حسب وين بالجسم they multiply يعني أكيد بدهم يكبروا وبدهم هذا فإذا حسوا إنه في شيء غلط وهالبلاستيك هلا بيعفوت على الدي إن إيه تبعها فلما عم تتكون أكثر عم تصير في بعض خلايا تانية عم بيكون في غلط بالطباعة لتسي تبع الخلية عم بتصير خلية منا طبيعية ساعتها ممكن تكون خلية سرطان. شو اللي بحارب الأكسدة أول شيء؟ هلا في كتير أدوية ممكن تساعد أو سبلمنتس، بس نحن جسمنا فيه كتير اشياء بيفرزها الكبد مثل جلوتاثيون اسيتيلين سيستين هدول كلهم مثل انزيمز بيطلعوا من الكبد وبيحاربوا هدول الاكسده. الفيتامين سي كمان فيه شو احسن اكل بحارب الاكسده؟ زيت زيتون افوكادو زيت زيتون كثير منيح كل شيء فيه اوميجا 3 اوكي حتى السمك فيه اوميجا 3 الجرعات الاضافيه اوميجا 3 كمان ممكن تفيد اكيد ببعض الحالات اذا حاسين انه الشخص عنده كثير مشاكل عم يتعرض للسموم فينا نعطيه زياده بس مثل قلت الجسم إذا عم تفوت هدول الانتي اوكسيدنتس سيلينيوم از كمان فيري جود في أستاكسانتين هدول كمان ذير جود انتي اوكسيدنتس الجلوتاثيون مثل قلت لك اتس ون اوف ذا موست بوتنت وانز فيتامين سي فيتامين سي كمان فيتامين دي ايوه الفيتامين دي كمان كثير مهم كمان لهدول الامور بس
اذا هو اللي عم فوتهم باكلك وعم تاكل اكل صحي ما فيه كيميكلز بيأدي. انا بدي منك وعم تعمل رياضه ما في ضروره تاخذ سبلمنتس. لكن حضر سوا حلقه تانية عن اهم الفيتامينز اللي لازم نتناولها بشكل دوري، وهل اذا اخذناها بشكل زايد بتضر او لا، بلكي نعمل حلقه قريبا عنها. كثير مهم لانه عالم الفيتامينز مثل بتعرف كمان كثير العالم بيحبوا ياخذوا فيتامينز، ومش كل شخص بحاجه لفيتامينز. هن مسميهم سبلمنتس يعني سو واحد لازم يبلش بالاكل وبالهذا دن اذا عايز سبلمنتس يعني بلكي بنحضر حلقه لنحارب اكسده الخلايا يعني هي حاله اساسيه. أكيد. بين العالم. ثانك يو لك دكتور غنيم. ثانك يو لك. شكرا لك.